سعيها المتواصل لدعم صمود المواطنين وخاصة المزارعين منهم، تعمل وزارة الزراعة بشكل دؤوب على تزويد المزارعين بكل احتياجاتهم، كما حصل في جولة وزير الزراعة بمحافظتي بيت لحم والخليل. بدأت الجولة من منطقة دار صلاح في محافظة بيت لحم، ومن ثم إلى خربة زكريا. هذه المناطق مناطق مستهدفة من الاستيطان، مناطق حساسة جدا، ولكن أيضا هناك إرادة ويعني تصميم من المزارعين. وصولنا اليوم في اليوم الأول من العام 23 هو رسالة من الحكومة الفلسطينية بأن الحكومة الفلسطينية ماضية بتعزيز صمود أبناء شعبنا. الجولة بدأت من بيت لحم ومنطقة دار صلاح، حيث تم توزيع الشوادر الزراعية على المزارعين المستفيدين من مشروع الفاو، ومن ثم في منطقة خربة زكريا، حيث لبى الوزير مناشدة الحاجة المزارعة التي طلبت الدعم لمساندتها في الصمود على أرضها. الحمد لله رب العالمين، أنا يوميا هنا في الأرض بزرع وببحش وبقيم الحجار وبعزل في الأرض، بكت خراب إلي 5 سنين بشتغل فيها، بطلع من الساعة 5 الصبح للخمسة المغرب وأنا فيها أشتغل، في رمضان في الصيف، هالحين شوية عشان اشتى الدنيا بتوخر شوية، بس في الصيف من 5 بصلي وبطلع من الصبح. اليوم جابوا لي شيك وزوايا وجابوا لي شجر وبزرعوا لي ومشكورين، ألف شكر إلهم الوزارة اللي سمعوا صوتي ولبوا ندائي. وفي الخليل تم وضع حجر الأساس لمتنزه بلدية بيت أولى، وذلك في مساحة من الأراضي منحتها وزارة الزراعة للبلدية لإقامة المتنزه، ومن ثم توجه الوفد إلى بلدة بيت أمر، حيث تم توزيع منحة السيد الرئيس المتمثلة في مستلزمات معرشات العنب. تعتبر المشاريع الحيوية والمشاريع الأساسية ورئيسية، وخاصة المجتمع في بتمر هو مجتمع مزارع، وهذا المجتمع هو محاصر بالاستيطان ومحاصر بالقوات الاحتلال. يأتي هذا الدعم في إطار التوجيه الرئاسي وفي ظل الحكومة، وفي ظل أنه كمان توقيت العمل بافتتاح هذه السنة من قبل وزارة الزراعة بتقديم الدعم لمزارعين الصامدين على أراضيهم. أي البلد محاطة ب 13 مستعمرة تقريبا تسرق أراضي المزارعين الآن، ولذلك نحن بحاجة دائما وبصورة دائمة ومستدامة أن نحافظ على المواطن والوطن في تثبيت الهوية الفلسطينية. مثل هذه المشاريع والمساعدات لها الأثر الكبير في دعم صمود المواطنين والمزارعين، خاصة في المناطق التي يهددها الاحتلال والاستيطان. محمود فراش، تلفزيون فلسطين.